أجمعين. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ورحم شهيدكم وعوضكم الله خير منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصائبنا وأخلفنا خيرا منها. بمناسبة أسبوع الشهداء في قارة، الشهداء الأربعة لا بد من تكريمهم، وسأتكلم كلمة بمناسبتهم رحمه الله جميعا. أحمد العطاء بن عبد الحليم، إياد برشي الرحم، محمد حسان مرتضى، الأخ زياد معطي، هذا أسبوع الشهداء. بهذه المناسبة نتشرف ولنا شرف عظيم أن نكون دافعي قسط كبير لأن تنتصر ثورتنا المباركة إن شاء الله تعالى قريبا، لأن الله لا يخلف الميعاد، وعدنا بالنصر وهو أصدق القائلين. بادئ ذي بدء أتكلم فكرة يسيرة عن الشهداء، ثم بعدها أقسم الشهداء إلى ثلاثة أقسام كما قسمها علماؤنا، بل كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هل يأنهم على هذه المرتبة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثانيا، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثالثا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا عند ربهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رابعا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله عليما حكيما. شرف عظيم يقدمه الله سبحانه وتعالى لنا عبر أناس اختصهم الله بأعلى مزية. يقول علماؤنا جميعا: ما استطاع إنسان مؤمن أن ينال أعلى مرتبة إلا الشهيد، لأننا لا نستطيع، ربما لا نستطيع أن نصل إلى مرتبة الصديقين، ومن البداهة بمكان من باب أولى أن لا نصل إلى مرتبة النبيين، إذا نستطيع أن نصل إلى أعلى مرتبة في الإيمان ألا وهي مرتبة الشهادة. هذا الشيء. الشيء الآخر، أن تقديم النفس من أجل حماية الدين، الله سبحانه وتعالى جعل الدين محميا بتقديم النفس. إذا تعارض الدين والنفس فنقدم النفس حماية للدين. إذا كان كذلك فإن الإنسان الذي يقضي نحبه شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الكافر يريد أن يشل حركته، حركة شخص واحد، فيعطي الله عكس نقيض ما يريد الكافر فيحييه حياة لا موت بعدها. الناس كلهم سيموتون موتة أخرى إلا الشهيد لا يذوق الموت بعدها أبدا. هذا الشيء. شيء آخر، إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل حياة الشهيد مستمرة هي نقيض لما يريد الكافر، إذا كان الكافر يريد أن يشل وأن يوقف الحركة المسلمة، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أحلى حركة مستمرة، سعادة أبدية لا موت بعدها، بجواره عند الله يرزقون. الأمر الآخر المهم، هذا كله الأمر هذا في الحياة الدنيا، هذا كله في الدنيا، لا أتكلم عن ست خصال في الآخرة، أنا أتكلم عن الدنيا. في الدنيا حينما يأتي الكافر ليوقف حركة الإيمان عبر قتله للشهيد، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الناس كلهم تحركت حركتهم انتصارا للشهيد. يعني معنى ذلك أنه أوقف حركة واحد، لكن الله عز وجل جعل النخوة والإيمان في الجميع لتستمر. ما الشهادة إلا قسط من أقساط استمرار الحركة الإيمانية، فإذا نقدم هذه لم نقدم هذا القسط يعني ذلك إيقاف الحركة الإيمانية، فهي تتوقف حركة شخص واحد لكنها تستمر الحركة الإيمانية عبر الشهادة للناس كلهم إلى جميع إلى قيام الساعة.
وما الشهادة في سبيل الله إلا انتصارا للإيمان الذي سيستمر رغم ألم الكافر الذي أوقف حركة المؤمن. هذه أمور. الأمر الآخر أن الاستبشار، يستبشرون بنعمة من الله وفضل ورضوان. ما معنى الاستبشار؟ هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث الشريف يتجلى بأعلى معانيه عند الشهداء. يقولون شو تسيك من يبدو يخبر جماعتنا كيف ما نحو حالتنا؟ قال الله لهم أنا أخبرهم. هم يقولون من باب لا يحب المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فهم يحبون أن يعلم أحفادنا وإخوتنا الذين لم يموتوا بعد، يحبون أن يعلموا حالهم، فيخبرهم الله إنه لا تأكل هم، لا تحسبن الذين قتلوا. هذا استجابة لتلك الكلمات التي أراد الشهداء أن ينقلوا حالهم إلى من هو في الدنيا لا زال. قالوا لا تحسبن الذين قتلوا، لا تفكرهم ميتون. هذا الاستبشار. الأمر الآخر، هم أحياء ولكن لا تشعرون. حينما نفتح قبر الشهيد الآن تعود الحياة عادية بالنسبة لنا. كيف تعود الحياة عادية؟ لأنه طلعنا أي واقف ما في شيء. لا، حينما يفتح القبر يخضع الفتح لنواميسنا. أما إذا أغلقنا القبر انتهت نواميسنا وعادت حياة برزخية، سعادة أبدية لا مثيل لها. هذه الأمور الستة التي تكلمت عنها هي في الحياة الدنيا. أما في الآخرة ست أخر، قال عليه الصلاة والسلام للشهيد ست خصال. أولا يغفر له من أول ضربة، أول قطر الدم، هذا أول شيء. الأمر الثاني ينجو من الفزع الأكبر. الأمر الثالث يرى مقعده من الجنة. الأمر الرابع لا يعذب في القبر. الأمر الأخير أن الله يزوجه من الحور العين. الأمر السادس يسفع لسبعين من أهل بيته قد وجبت لهم النار. إذا صار معنا ستة في الآخرة وستة في الدنيا، لكن من هو الشهيد؟ الشهيد الذي نتكلم عنه الذي يحظى بهذه المرتبة العظيمة هم ستة. نحن كلنا نظن أن الشهيد واحدة. لا، ستة أقسام، ستة أنواع، كما تكلمت عن ستة في الآخرة وستة في الدنيا، أنا أتكلم عن ستة أنواع كلهم في هذه المرتبة. الأول من قتل على يد الكفرة. الثاني من قتل على يد البغاة. الثالث من قتل على يد قطاع الطرق. الرابع من قتل على يد اللصوص ولو في منزله. الخامس من قتل في المعركة وبه آثار القتل. السادس والأخير، وهنا محل الشاهد، مسلم. أنا الآن أقول كلمة السادس بناء على تعريف ابن عابدين في حاشيته الجزء الأول صفحة 608-611. الأمر السادس، تعريف الشهيد نعدد حرفيا تعريفه كي لا يلتبس علينا الأمر أنه هذا شهيد ولا مو شهيد، نصلي عليه ولا ما نصلي عليه. أولا مكلف بالغ عاقل، ثانيا مسلم، ثالثا ألا يكون جنبا ولا حائض ولا نفساء، يعني طاهر، لأن الحائض والنفساء لا بد من تغسيله. أنا أتكلم عن أحكامه الدنيوية. رابعا أن يقتل مظلوما ولو على يد مسلم. هذا الشرط، هذا الكلام هو الذي قاله ابن عابدين. إذا فتشنا عن إخوتنا وجدنا جميع الفقهاء طبعا الحنفية يقولون هذه الشروط تصدق على شهدائنا جميعا، لكن الشافعية أو الآخر من الحنفية اشترط شرطا سادسا أن يكون المقتول من قبل مسلم عمدا عدوانا مظلوما. إذا قارنا هذا التعريف الذي يقرره ابن عابدين لصدق على شهدائنا جميعا. ما أحكامهم؟ هذا يسمى
شهيدا دنيويا أخرويا. ما معنى دنيويا؟ لا يغسل ولا يغسل ولا يكفن، ولكن يصلى عليه عند الحنفية ولا يصلى عليه عند الشافعية. هذه الأحكام الدنيا، لكن ينزع عنه ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو والخوزة والبسطار والسلاح والجرابات، ويزاد وينقص على حسب الكفن. هذا لا يجوز، يعني يكره كراهة تحريمية أن ننزع عنه أثار، نبقيه كما هو لا نغسله لكننا نصلي عليه. هذا الشهيد الذي قلت اسمه شهيد دنيوي أخروي. أما هناك شهيد آخر، شهيد أخروي فقط، يعني ينال ثواب الشهادة دون أن نجري عليه أحكام الدنيا. هذا القسم الذي هو شهيد أخروي فقط عده العلماء بأدلة قطعية، وهم 30 نوعا. سأسرد الآن هؤلاء الشهداء الذين نالوا الشهادة في الآخرة. القسم الثالث ليس في العير ولا في النفير. القسم الثالث قتل عصبية، قاتل عصبية، قاتل تشبيحا، قاتل لأجل مال، قاتل رياء، قاتل سمعة، قاتل لأجل وطنية، قاتل لأجل القومية، قاتل 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 قاتل. هذا الصنف لا ارتباط له، لا بكونه يعني هو ماله لا ناء أو لا جمال في الشهادة، لكن لو أطلقنا عليه كلمة شهيد نطلق عليه قتيل، قتل في سبيل القومية فليأخذ أجره من القومية، قتل في سبيل البعثية فليأخذ أجره من البعثيين. كما كان عندنا في سجن تدمر أناس كثر جدا من بعث اليمين تبع صدام حسين، جاءوا للسجن لشيء واحد وهم بالآلاف، وكنا نعيش معهم عشرات السنين. هؤلاء قاتلوا من أجل صدام حسين، كان وعدهم صدام حسين بمئتي ألف ليرة. إذن ما صدام حسين ألا فليأخذوا نصيبهم صدام حسين. هل هذا الذي يقاتل أجل البعث اليمين صدام حسين يعتبر من هذا القسم؟ ليس من هذا القسم يا أخوتي. هؤلاء القسم الآخر نقول عنهم هم شهداء للدنيا. رجل يستشهد من أجل أن يرفع بين الناس رياء، خير إن شاء الله، يأخذ نصيبه ممن اشتغل لأجله، هذا العدل الإلهي يقتضي ذلك. لكن هناك مسألة ضرورية جدا، أين يدفن الشهيد؟ يدفن الشهيد في مقابر المسلمين. وإذا وجدنا أناسا شهداء مع قتلى من الكفار اختلطوا، ننوي الصلاة على المؤمنين فقط، ولا يجوز دفنهم لو اختلطوا في مقابر المسلمين. أين ندفنهم؟ اختلطوا كفار مع مسلمين وكل القتلى، ندفنهم في مكان خارج عن، لا ندفنهم مع الكفار لأن فيهم مسلمين، ولا ندفنهم مع المسلمين لأن فيهم كفار. أين ندفنهم؟ ندفنهم في مكان ثالث لا علاقة له لا بمقبرة الكفار ولا مقبرة. مثل امرأة كتابية ماتت حبلى بمسلم، ففي بطنها جنين مسلم، لا ندفنها بمقابر المسلمين لأن الأم كافرة، ولا ندفنها في مقابر الكفار لأن الولد مسلم. إذن أين ندفنها؟ كما دفن هؤلاء. أما القسم الثالث الذي قاتل وهو يعتقد أنه يجوز قتلنا، يحرم بالمذاهب جميعا أن ندفنه في مقابر المسلمين. هذا الكلام إجماع من المسلمين، لا يجوز، وبنص قاطع من القرآن الكريم في سورة التوبة في رقم الآية 81. إذن أين ندفنهم؟ قال هؤلاء الذين يقتلوننا ويحتقدون حل قتلنا، يعني قتلنا حلال، هؤلاء كالشبيحة وأمثالهم، هؤلاء حكمهم يلقوا للكلاب. لماذا يلقوا للكتاب؟ لأننا لو دفناهم في مقابر المسلمين فسيتأذى المسلمون الأموات من الصراخ والعذاب. شو ذنب المسلم اللي مقبور في مقبور بمقبرة إسلامية؟ هي وقف للمسلمين، ليست وقف للمرتدين. الذين وقفوا هذه المقابر وقفوها لمن؟ وقفوها للمسلمين، ولم يقتلوها لذلك الذي يقتلنا. إذن لا ندفنه، فلو دفناه نكون جميعا آثمين. ويحرم أيضا، وقلت وسأقول، يحرم أيضا أن نستعمل مكبر الصوت من أجل أن نشيعهم، يعني نعلن عنهم. لماذا يحرم؟ لأن هذه أوقاف المسلمين
لا يجوز استعمالها للمرتدين. هؤلاء الذين يعتقدون حل قتلنا وأنه قتلنا حلال هم مرتدون، لا علاقة لنا بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في المقابر ولا في المساجد. كان هناك رجل اسمه حمزة الفسيوني، حمزة البسيوني هو مدير السجن الحربي على زمان عبد الناصر، كان يقول لو حينما يقتل المسلم قتلا حتى يكاد يهلك فماذا يقول له؟ مشان الله تفني، يقول له لو بينزل الله للزنزانة رقم 4 حتى أزنك للزنزانة رقم 4. ووالله يا إخوتي حينما غادر القاهرة إلى الإسكندرية صباحا جاء الجرار كتر بلر دخل في سيارته فشلخ رقبته نصفين، أخذوه ليدخلوه المسجد، والله ما دخل المسجد، النعش ما دخل المسجد، كيف ندفنه هنا؟ إذا هذا أمر آخر. المسألة الأولى التي أريد أن أنبه عليها أيها الأخوة إن القسم الثالث من الشهداء الذين نالوا درجة الشهادة لكن في الآخرة لا في الدنيا، يعني لهم ثواب الشهادة، وعددهم تعدادا لضيق الوقت: المبطون، الغرق، الهدم، الجنب، الجمع، السل، الغربة، الحمى، من قتل دون ماله دون أهله دون دمه دون مظلمته، من قتل افتراس السبع، من قتل بالحبس، من قتل بالضرب، من قتل بلزغة هامة، من مات طالب علم، من آت مؤذنا محتسبا أو تاجرا صدوقا، من سعى على امرأة وولدها، من مات مائدا في البحر يعني صاحب غسيان، من أصابه القي يعني كوليرا، من قال كل يوم 25 مرة اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، من قال هذا يموت شهيدا، ومن استمر كما قال سيدنا أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى والسلام ثلاث أيام كل سهر وأن لا أترك الوتر حضنا ولا سفر، من دوم على ذلك يموت شهيدا، المتمسك بالسنة عند وفاة أمتي يموت شهيدا، من قال 40 مرة في دعاء مرضه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها 40 مرة ومات شهيدا، هذا شهيد أخروي. إذن ثلاثة أقسام. مصدر لهذا الكلام المجموع للإمام النووي ينقله صاحب مغني المحتاج الخطيب الشربيني الجزء الأول صفحة 350، وينقله ابن عابدين أيضا في الجزء الأول صفحة 611. هذه تفصيلات إكرام، أردت أن أتكلم هذا الكلام إكراما لشهدائنا أخوتنا في أهل قارة. إذا كل من يموت على هذه العصابة المجرمة، لكن هناك أستأذن أخوتي الأطباء سأتكلم كلاما يعني لا أريد أن أستعلي عليهم، لكن أريد أن أقول لكم يقينا أتكلم كلاما الآن لا يعرفه الأطباء جميعا ولا في العالم. ما هو الحكم؟ ذكرت كلمة مما يموت شهيدا يموت بالجنب، يموت بالجنب. الجنب هي قروح ودمامل والتهابات في جسده. هذه المسألة أصبنا بها بسجن تدمر، وأنا على يقين لا يمكن في العالم كله أن يعرف هذه الحالة إلا نحن. أنا لا أقول هذا كلام افتخار، والله لولا ما عشنا هذه المسألة ما تكلمت بها. الجنب أيها الأخوة يقول أساسا مات بالجنب مات شهيد، طبعا شهيد أخروي. كان الجرب حشرة، الجرب ليس جسومة، حشرة أصغر من القملة، أصغر من القمل، تصيب الجسد. إن لم يكن هناك دواء استعملت أخي بنزوات البنزيل استطاعوا أن يقضوا عليها، وإلا كانت ألهمت السجن كله. التهب الجسد ما عدا الوجه، هذه الحشرة تصيب الجسد كله ما عدا الوجه. لماذا؟ لأن الله قال في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، هذا الوجه المكرم خلقناه في أحسن تقويم، لم يصب الجرب أبدا، عشرات الألوف أصيبنا، كانت هناك مهاجع الجرب. كان والله يا إخوتي يعني بلغتنا العامية يزل القيح والدم من الجسد كله، والله أحدنا والله لا يستطيع أن يستنجي بيده ولا يستطيع أن يأكل ولا أن ينام، لأن إذا نام على جنبه دم العمل عم يمشي، نام على جنب دم العمل عم يمشي. الأيدي ما عدا الوجه، الأيدي والجسد كله متفجر بالقيح والدم، والقيح والدم فاسد بعد أن لا دواء له. الذي يعني كان مرضه بالجرب خفيفا كنا نطعمه بأيدينا مجلسين، وكان لا يستطيع أن يستنجي. لماذا؟ لأن يديه لا تساعدانه في أن يغسل الأذى عن جسده عن دبره، يأتي رجل آخر فيزيل الأذى بشطفه. يعني هل يعرف الأطباء؟
أنا على عقيدتي والله هذه الصورة من الألم، هذا معنى، والله لولا أن عشناها لما استطعت أن أشرحها. هناك أمور في آيات في القرآن الكريم لا يعرفها إلا من دخل سجن تدمر. والله العظيم يا إخوتي، هذا البلاء واحد من الكوليرا. مات أناس بالكوليرا، مات أناس بالسل، مات أناس بالجراب، مات أناس بالقصور القلوي، من قلة الماء، قصور كلوي الكلوي. إذن هذه المسألة، هل هو شهيد؟ الجواب يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن أجره أجر الشهيد في الآخرة. هؤلاء الثلاثون هم شهداء الآخرة، بمعنى أن لهم أجر الشهيد. أما الأوائل الستة فهم شهداء في الدنيا وفي الآخرة، تجري عليهم أحكام الشهادة، وأحكام الشهادة لا يغسلون ولا يكفنون في المذهبين، ولكن لا يصلى عليه في المذهب الشافعي ويصلى عليه في المذهب الحنفي. نسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج العاجل القريب. فإذا يا إخوتي، هذا الأسبوع أسبوع شهداء ستة قدمتهم بلدتنا المباركة قارة. رحم الله شهداءنا وأحسن عزاءنا وعجل بنص ثورتنا، وبارك الله بمجاهدينا، واللهم انصر ثوارنا واحفظنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا وإلى غيرك لا تكلنا، يا أرحم الراحمين. آمنا في أوطاننا، واطمس على قلوب أعدائنا، عجل بالفرج، فرج عن المعتقلين، داوي جرح المسلمين، رد أخوتنا المهجرين، انصر أخوتنا المجاهدين، ارفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى أنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى أنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى أنك على كل شيء قدير. نعوذ بالله من الحكام والظلام وأولاد الحرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.